وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة بسمة الصفار، استشاري الصحة العامة والوبائيات، رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. دكتورة بسمة، بعد التحية، لو تحدثينا عن أنواع التطعيمات المجازة في مملكة البحرين والتطعيمات المتوفرة والمتاحة حاليا والرسالة التي تودين توجيهها للجمهور الكريم. مساء الخير جميعا. طبعا منذ بدء الجائحة دأبت مملكة البحرين على توفير كافة التدابير الوقائية والعلاجية بدعم من صناع القرار واللجنة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. وهناك حاليا 4 أنواع من اللقاحات أجازت مملكة البحرين استخدامها. أول لقاح هو اللقاح الذي يعتمد تقنية الفيروس الغير حي، وهذا اللقاح مصنع من شركة سينوفارم الصينية، وهذا اللقاح مجاز للاستخدام بعد مروره في التجارب السريرية المرحلة الثالثة الذي شاركت مملكة البحرين فيها. اللقاح الثاني وهو اللقاح الذي اعتمد تقنية الحمض الريبوزي المرسال، وهو من شركة فايزر بايونتك، أيضا مجاز في التصريح الطارئ. اللقاح الثالث واللقاح الرابع هما لقاحان يعتمدان تقنية الفيروس الناقل، واللقاح الثالث هو لقاح من شركة أوكسفورد مصنع من عدة دول، ولكن يعني يعمل بنفس الفاعلية والمأمونية. اللقاح الأخير وهو اللقاح من شركة الروسية لقاح سبوتنيك. جميع هذه اللقاحات تم إجازتها في التصريح الطارئ بعد مرورها في التجارب السريرية المرحلة الثالثة وإثبات فعاليتها ومأمونيتها. وأجازت التصريح الطارئ مملكة البحرين بعد معرفة كافة الدراسات التي مرت فيها هذه اللقاحات، وبعد دراسة كافة الوثائق المتعلقة بها من قبل الهيئة الوطنية للتراخيص الطبية وكذلك اللجنة التطعيمات العليا بوزارة الصحة. جميع هذه اللقاحات مأمونة وفعالة في نفس الوقت. ننصح الجميع بالتوجه للتسجيل لأخذ اللقاح، المبادرة والإسراع لأخذ هذه اللقاحات لحمايتهم. نعم، الدكتورة بسمة الصفار، استشاري الصحة العامة والوبائيات، رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.